اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين هذا التين السوري؟ ما شاء الله. انا بتحدث عنه بالمقاطع السابقة. شوف الكثافة مال الحمل ما شاء الله. اليوم غسلته لكن تربي قوي وبقى هذا اللي شوي الاثر بيه. هم يرد عاده بعد يومين هم غسله. بس احب اقول لكم عن الموات الخضريه القويه البي. انا هذا الجديد عبالك بشهر الثالث الرابع. ان شاء الله. اليوم تعبان والله وما ادري من هو طابو. ايش قد قاطف هذا من نانتين بالعافيه عليه، لكن احنا مو يعني هاي بس على مود التوثيق يكون اوضح، لان انا المقاطع مالتي كلها موثقه. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما قلت لكم لا احد يستغرب من هذا التراب. غسلته اليوم بالهولدر وبقى مشلب بيه، ورغم ما هذا وما مدى يوقع يعني ما شاء الله ما عندي تساقط بيه نهائيا. ما شاء الله. بس أنا بإذن الله سبحانه وتعالى أسوي من عنده كميات كبيرة إن شاء الله، لأنه هواي طلبيات وحجز على هذا الصنف. وأنا ملاحظة تقدرون يعني حتى إذا مثلا ما عنده مثلا ديت يخلي يعني مثلا يحضر بيته أو كذا ينزرع هذا عادي. هسا أنا هذا زرعي بمكشوف بدون لا محميات ولا نايلون ولا شيء، على قولة اللي يقول على الهوى الطلق، وخير من الله ما شاء الله. وقوي ومتحمل يعني دا اشوفه اني يعني خير من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.